أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة مذكورة في كتاب العروة الوثقى، وعليها عشرات من حواشي الفقهاء منذ قرن حتى اليوم، جماعة منهم ومنهم نفس صاحب العروة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رضوان الله عليه، يقول بأنه لا يسقط الجنين، ولكن جماعة من الفقهاء قالوا لا، إذا أهل الخبرة أهل التخصص، الطبيب الثقة شرطان، يكون طبيب ويكون ثقة أيضا، شخص إذا إلى أن الأمر دائر بين إسقاط الجنين وبين موت الأم، يعني إذا يسقطون الجنين يقتلون الجنين تبقى الأم سالمة، وإذا لم يسقطوا الجنين الجنين يبقى سالم والأم تموت. في هذا المورد قالوا الأم أهم، استدلوا لذلك بأمرين. الأقلاشي يقولون هذا حكم شرعي ما يسوي إلا، إن الحكم إلا لله. استدلوا بأمرين، الأمر الأول وهو الأهم الارتكاز، ارتكاز المتشرعة، كبرى الارتكاز مجمع عليه بين جميع الفقهاء منذ الغيبة الصغرى حتى هذا اليوم. وأما أنه هل أكو هذا الارتكاز، يعني صغرى الارتكاز، قالوا نعم، يعني إذا أسقط الجنين وبقيت الأم سالمة، أو بالعكس أبقوا الجنين سالم وماتت الأم نتيجة ذلك، هذا المتشرع المتدينون علماء وغير علماء، مو إجماع العلماء، علماء المتشرعة يرون أن حياة الأم أهم. هذا واحد. الدليل الثاني الأدلة التي تدل على أنه إذا شخص في الخارج حمل على شخص ليقتله، هذا يجوز لهذا الشخص أن يقتل ذاك وإن كان لم يقتل بعده، يجوز لذلك الشخص أن يقتل ذلك الذي هجم، وروايات بيها وإجماع أكو عليها. عود الدليل الثاني، قالوا لا فرق بين أن يكون الذي هجم ليقتل، هذا من الخارج يكون أو من داخل الرحم، إذا دار الأمر بين موت الأم وموت الجنين، هذا الجنين يريد يقتل الأم، فيجوز قتل هذا الجنين. فهذين الدليلين جماعة قالوا يجوز قتل الجنين إذا مع هذين الشرطين، يعني الطبيب يكون صدق طبيب ويكون ثقة مو غير ثقة، إذا شخصوا ذلك يجوز، وفي هذا لا دية لهذا الجنين أيضا، لا دية حتى إذا كان قد ولجه الروح. هذا الخلاصة للبحث العلمي للمسألة. نعم، وعليكم السلام. أي شوفوا هذه المسألة في كتب الفقه القديمة مذكورة في كتاب الوسيلة
الرسالة العملية للمرحوم سيد أبو الحسن الأصفهاني. أي لا سيد أبو قبل سيد عبد الأعلى الله يرحمه، سيد أبو الحسن في كتاب الوسيلة رسالته العملية اسمها الوسيلة. أي ذاكر هذا ترياك نوع من الأدوية دواء بمقدار العلاج، هذا لا إشكال فيه بمقدار العلاج. سابقا الأطفال الرضع اللي ما كانوا ينامون يعانون من ألم بالأذن، ينامون بالألم بالحنجرة، كانوا شوية ترياك بالفارسي يسموه ترياك، ما أدري بالعربي شو يسموه، هم الترياك يسموه ها؟ ترياق، سيد يقول ترياق يسموه بالعربي. على كل قليل منه بمقدار نصف حمص أو أقل إيه لأجل ولا العلاج للتسكين، نوع من المسكن بهالمقدار ما يخالف، الفقهاء ما أفتوا بذلك. أي أما إذا هذا اللي الآن رائج في الدنيا معاملة الترياك، معاملة الحشيش وأمثاله مما يوجب فساد للمجتمع، هذا ما يجوز، لا بيع لا شراء لا زرع لا لا لا. الرواية يذكرها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في أول كتاب المكاسب المحرمة، قول الإمام عليه السلام: ما يأتي منه الفساد محضا، هذا ما يجوز، هذا المعامل اللي يعامل به الترياك هذا الزمان اللي يباع يشترى، ناس يتعودون على الترياك ويصير فساد في العوائل فساد في الناس، هذا لا ما يجوز ما يجوز. نعم روايات متعددة أكو هاي واحدة منها. الوجوب في روايات أهل البيت عليهم السلام بالعشرات والعشرات والعشرات موجود. الوجوب عند المتدينين من يقولون يعني تركه حرام، أما في الروايات الوجوب قد يستعمل فيما تركه حرام، وقد يستعمل كما في القرآن الكريم أيضا موجود فيما هو ثابت يعني مسلم يعني يقين، كما في القرآن الكريم: فإذا وجبت جنوبها، يعني شنو؟ يعني ثبتت، يعني الخروف اللي يذبحوه هذا يقوم يتحرك بعدين بعد دقائق يسكن هذا الجسم. القرآن يقول فإذا وجبت، وجبت يعني ثبتت. هذا الوجوب بالنسبة إلى زيارة الحسين عليه السلام هناك نادر من الفقهاء، واحد اثنين ثلاثة مثل والد العلامة المجلسي ولعله هو أيضا، اثنين ثلاثة قالوا في العمر مرة يجب على من استطاع. أما المشهور بين الفقهاء قديما وحديثا منذ الصدر الأول حتى هذا اليوم حملوا كلمة الوجوب على الثبوت يعني مسلم يعني يقين، هذا مو معنى واجب بحيث إذا واحد ترك زيارة الحسين فعل حرام. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال حول الآية المباركة: وجعلنا من الماء كل شيء حي، والآية الأخرى التي تذكر بأن خلق الجن كان من النار،
فهل هناك تعارض؟ الجواب لا، ليس هناك تعارض، بل أعم وأخص مطلقة. أعم وأخص مطلق. إبليس محمد من دونهم كله. فإنه وإن ورد لفظ الكل، ولكن هناك موارد كثيرة وكثيرة حول ورود كلمة الكل في القرآن الحكيم وخصص، حتى ورد المثال المعروف: ما من عام إلا وقد خص. مكررة ترى الآن آياتش تو ذهنم نيست. ما من عام إلا وقد خص، فإنه لا تجد عاما إلا وقد خصص ذلك العام، سواء كان في القرآن أو في غير القرآن. وقال البعض أن نفس هذا العام أيضا قد خص، بأنه فلنا عام حيث لم يخصص، فيعلم أن نفس العام هذا العام قد خص. يعني كل میدونم وقتی که خود قرآنی که این را فرمود فرمود جن را من مال جن من نار خلق کردم، یعنی این نه استثناس دیگه. اگه گفت اکرم کل عالم و بعد گفت لا تکرم فلانن، این یه دونه را اکرام نکن، میشه تخصیص دیگه. نفس القرآن حيث ذكر أنه من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ثم في آية أخرى قال: وخلقنا الجن من مارج من نار. طبيعة هذا الشيء يكون تخصيصا له. السؤال حول شهادة الإمام الباقر سلام الله عليه، بأنه لم يظهر هناك كيفية شهادة الإمام الباقر سلام الله عليه، بأنه وردت روايات كما في الكوليني بأنه قد دستسم إلى الإمام سلام الله عليه بواسطة جلوسه على الفرس وأمثال هذه الأمور. ولادت و شهادت معصوم علیه السلام غالبا مراسیل اگه ببینید غالبا وقت نمیشه. و رواية ثانية من طريقة شهادة الإمام سلام الله عليه، فكيف يجمع بين هذه الروايات؟ الجواب على أنه لا منافاة بينها، فالروايات الواردة بالنسبة إلى وفيات وشهادات أهل البيت عليهم السلام غالبا تكون مراسيل، حتى وإن كان سندها صحيحا إذا وقع الخلاف بينها بين هذه الروايات فلها وجه جمع. فإن كان هناك وجه جمع دلالي كأن يكون واحد نص والآخر ظاهر فيحمل الظاهر على النص، أما إذا كان أحد مثلا ظاهرا والآخر ظاهر ظاهر والآخر أظهر فيحمل الظاهر الأظهر على الظاهر، أو إذا كان هناك تباين فهناك الوجوه التي أخبار العلاجية أيضا هنا يجري فيها رواية الأحكام الواردة، حيث أنه وقع الخلاف في رواية الأحكام كثير. هذه الروايات إذا مع فرض تسليم صحة سندها فأيضا يعالج بينها ويحمل على القرائن الداخلية والخارجية بأنه أي روايات أصح أو أيها صحيحة، والآخر مثلا ربما كان تقية أو كان خلاف للواقع وأمثال هذه الأمور. السؤال حول ما ذكرتم حول زيارة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث لم يقل أحد بالوجوب وجوب زيارته في طول العمر مرة إلا شخصين أو ثلاثة مثلا من الفقهاء، فهل أنهم تعرضوا ولم يقولوا بالوجوب أو لم يتعرضوا أصلا؟
الجواب على أنه حتى عدم تعرضهم يكفي لنا في المقام بأنه لو كان لبان فإنه لو كان واجبا لبان هذا الوجوب في كلماتهم. هذا دليل آخر غير الذي ذكرناه سابقا، فإن زيارة الإمام الحسين عليه السلام محل ابتلاء، وحكام الجور كانوا يقتلون عليه، وكانت المسائل الكثيرة ترجع إلى زيارة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كل عصر وعهد. فلو كان لبان هذا الوجوب الحكم الوجوب، فإن لم يكن لنا أي دليل فالمسألة من باب لو كان لبان لظهر الوجوب أو عدم وجوبه لنا، فإنه نقول بعدم الوجوب لأنه لو كان لبان، لو كان هناك وجوب قد قاله الفقهاء لبان لنا وظهر. ونفس الرواية الشريفة لرواية الأحمسية نفسه لا يكون بعنوان الحكم الإلزامي الشرعي، ليس لها حكم، ليس لها سند صحيح أو حتى يعتبر في الروايات الإلزامية. السؤال حول الآية المباركة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. میدونم همون اون صحیحاشو که پیدا کنید باز این مشکل درش هست. بله بفرمایید. فالآیه تقول انه لا ترجم النساء بل اجعلوهم في البيوت حتى اذا جاءهم الموت وماتوا في البيوت. فهل الآية قد نسخت آيته بالنسبة إلى الرجم أو حكم الرجم حتى يعمل بهذه المرأة بهذه الكيفية، تسجن مثلا في الدار أو توضع في الدار حتى تموت؟ الجواب، انظروا، الجواب على أن الفقهاء بالنسبة إلى جميع الواجبات وجميع المحرمات قالوا ما جعل عليكم في الدين من حرج قد يخصص، وهكذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عسر، وهكذا لا ضر ولا ضرار في الإسلام يخصص كثير من الأحكام والآيات. ففي كثير من الأحيان لو كانت هذه الأعمال واجبة في نفسها ولكن لملاحظة الجهات الخارجية وهي مخصصات شرعية كالحرج والضرر والعسر وأمور أخرى، وهذا تعبير حيث قال النبي صلى الله عليه وآله بأنه لولا أني أكره أن يقال فإنه الرواية الواردة بأنه تأخير الحدود الإلهية من المحرمات، أي مو أنه يعطل الحكم الإلهي بل يؤخر، تأخيره لا يجوز وهذا من الكبائر. فكيف النبي صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية يقول لولا أني أكره أن يقال بأن محمد استعان بعدة من الناس حتى إذا غلب على عدوه قتلهم؟ فإنه النبي صلى الله عليه وآله مفاد قوله بأنه كثير من الأحكام الإلهية قد عطلتها حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وآله ليس له وفاء أو نوع فهذا القول قول النبي صلى الله عليه وآله لولا أني أكره أن يقال. فمن يقول؟ هل المسلمون؟ بل المنافقون والمشركون. لولا أني أكره أن يقال أن محمد صلى الله عليه وآله استعان بقوم حتى إذا غلب على عدوه قتلهم، فهذه الاستعانة كانت من جهة من النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى قوم كانوا هم مشركون أو منافقون ثم مشركون ثم أسلموا، ومن بعده أيضا رجعوا صاروا منافقين. فإنه لما كان النبي صلى الله عليه وآله ضعيفا استعان بهؤلاء، ثم إذا صار قويا و تهيأ أو تمكن من الأمور
وقتی که ضعیف بود اومدن اسلام آوردن کفار و مشرکین ضرب النبي صلى دیدن الله عليه وآله أقوام قوم كثير، أعناق رئيس قوم قوم كثير. امبراطور وفسر بيتناركو هذه الرواية ذبح بأنه أعناق قوم أي كثير أن يقتل ده التعبير المنافقين. وطلع عليه منافقين وقت إنه سبب السؤال ميشه على أنه هل يهوديين هناك كانت مصلحة؟ يكشمهم في الآية بالنسبة إلى الرجم، الرجم هي حكم قد خصص أو ما حكم، ما مقامها وما محلها من بين الأحكام؟ المهم لان حكم اولي الجواب انظر، هل لا ضرر ولا للمسلمين حرج، ويريد الله ولا بكم يسر ولا يريد بكم عسر، هل وجعل علينا ممكن لها أن الدين تخصص هذا قياما الحكم أو لا؟ ميزانيا من الممكن لها أن ويريد تخصص؟ الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تخصيص ميزانيا بالي شلون يعني اونيك اخص مطلقه مثل لا عسر ولا حرج ولا ضرر امثال اينها السؤال على أنه ورد في الفقه على أن لا ضرر وأمثاله من المخصصات، مثلا في المقام، هل بأنها لا ترفع الأحكام التي صوم إنهاس هي فقهاء أصلها مثلا ضرري الحديث كالجهاد والخمس ما وأمثالها؟ ضرري شو هل شرعنا هذا الحكم، الحديث هذا الحكم، الحكم الإجراء شرع مجتمع الحدود ضرري، فلا مجتمع ترفع هذه نقطة صوم القواعد، هذه وحرام الأحكام؟ نقطة قدم وتعارض الجواب حرام على أنه نقطة انظر، أم حدود المقام أساس مقام الشريعة النظر، إذا كان هناك ضرر عادي لا ومتعارف فلا ضرر أشكال فيه، أما هناك متعارض ربما أضرار وعادي أيضا أكبر وأكثر، إنسان إنسان فمن فاش من مرتب الطبيعي أن يرفع إلى ضرر هذه الأحكام. نعم فقه الحديث نعم هناك باب وعبر عنه بباب خلط الراوي، فالخلط الذي يؤخذ بعين الاعتبار هل يراد منه الخلط في المبدأ أم الخلط في المنتهى؟ بمعنى في المبدأ الذي يعبر عنه بالبتري، يعني عنده علي كإمام وعنده مثلا أبو بكر، وفي المنتهى كالواقعي يعني الذين عرضوا عن الإمام، فمن هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار؟ والثالث أيضا المبدأ والمنتهى والخلط في الحديث يعني بعض الرواة أكو إما شوية نسيان عند أو ضعف عند فلذا حديث واحد ينقل شكليا ثلاثة أشكال أحيانا مخلص هذا القسم الثالث من المخلص في العقائد لا هالثنية أي كلاهما ليش لا بعد السؤال حول صلاة المسافر، فكيف يبني صلاته قسرا؟ الجواب انظروا، من الأول يجب على الشخص إذا أن يقصر أن ينوي من أول الأمر السفر. تیکه تیکه رفت ببینید این باید از اول بنا داشته باشه 8 فرسخ یا عمودی و امتدادی بره تا شرعا سفر اسمش باشه یا 4 فرسخ میخواد بره و 4 فرسخ فإنه برسخ. إذا مثلا إذا ذهب 6 فراسخ ثم نوى أن يرجع سفرا هیچ ولم يكن فرسخ سفره الأولي أي خروجه من هیچ فرسخ بلده بنية السفر، فلا يعد هذا سفرا حتى إذا كان المجموع 12 فرسخا، إنما الكلام بالنسبة إلى من إنما الكلام بالنسبة إلى من ينوي من أول الأمر أن يسافر ويكون مجموعه ذهابي وإيابي 8 فراسخ. الرواية راجعوا رواية قصر أبي هبيرة وهبيرة، ويتضح لكم المعنى، حيث ذهب إلى بغداد ولم يكن ليقول له الإمام سلام الله عليه إلا أن صلاته تامة ولم يقصر.
میگم قصه قصر روایت قصر ابی هبیره که از کوفه تا بغداد رفت، حضرت گفتن نمازش تمومه. نعم وهذه المرأة التي تزوجها لديها بنت. نعم. والبنت متزوجة، عندما تزوج الأم البنت كانت متزوجة. نعم. توفيت الأم. أي. وطلقت تلك البنت. هل يحق لهذا الرجل اللي هو زوج الأم أن يتزوج البنت باعتبار أنها لا يشملها حكم الرقيقة؟ إذا كانت دخل بالأم لا. وربائبكم. القرآن الكريم مجمل ذاكر، ولكن في الروايات صرحت بأنه ماكو فرق. يعني إذا أي نعم نعم بلا إشكال الله، لعله إجماعا بالمسألة أكو. نعم نعم. وعليكم السلام، الله يعزكم. نعم. هذا الحديث يعني أول من رواه من خلال المصادر اللي تسارع في خلال الأم من كفاية الأثر. إي. وهذا تسارع عليه العلماء على مسلم على مقصود أو مسلم. نعم. وكذلك سار عليه الشيخ الصدوق في كتاب اعتقادات المعتزلة. ولكن الشيخ المفيد في كتاب تصحيح الاعتقاد يقول هذا لا أصل له. وعنده وكذلك الحال على الإمام الحاج والعسكر على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه لا يوجد هنالك نعم أنه طبعا الإمام من المؤمنين والإمام الحسن عليه السلام والثابر والرضا عليه السلام، هذه قطعا أنه روايات متسالمة على أنه وجود روايات في سنة، ولكن باقي الأئمة هذه المسألة على قول الشيخ المفيد أنها من روايات مدرسة قوم الغاية. كم واحد مثل الشيخ المفيد قالوا بذلك غير الشيخ المفيد؟ تجد 3 آخرين، وثلاثين وثلاثين ومائة ومائتين من فقهاء الشيعة قالوا بأنهم كلهم قتلوا إما بالسيف أو بالسم. والإمام عليه السلام سئل، قال للإمام عليه السلام يأتي عنكم الخبران، هذا يأمرنا وهذا ينهانا، قال شنو؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك. المشهور أن المعصومين عليهم السلام كلهم باستثناء مولانا بقية الله عجل الله فرجه اللي في الحديث الشريف أيضا سيقتل بعد الظهور. كله نعم. نعم. بعضها اعتمد عليها بلا شك، بالنتيجة التوقيعات سبيلها سبيل بقية الروايات. إلى وهب بن وهب، وهب بن منبه من أصحاب الصادق عليه السلام، يروي عن الصادق عليه السلام شيء نأخذ به لا، لأنه مو معتبر. التوقيعات هم اللي وصل منها إلينا بطريق معتبر نأخذ بها، والفقهاء شوفوا في كتاب الاجتهاد والتقليد يستدل الفقهاء ببعض التوقيعات في الأحكام الإلزامية، ولكن ليس كل التوقيعات الواصلة إلينا طريقها طريق معتبر. وفي الأحكام الإلزامية لا يؤخذ بها، نعم في اللا اقتضائيات في المستحبات في المكروهات يؤخذ بها لقاعدة من بلغ. السؤال حول من تزوج امرأتين ثم ودخل بها وتطلقت، ومن ثم هذه المرأة تزوجت شخصا آخر وأنجبت بنتا، هل يتمكن هذا الزوج الأول أن يتزوج من
تو ذهنم که فرق نمیکنه قبل باشه یا بعد، اما الان شما مراجعه کن تو رساله ها داره این مسئله، تو ذهنم اینه فرق نمیکنه قبل یا بعد. خب حجورکم تو روایات گفته شده این قید غالبیه، قید احترازی نیست. هذه البنت التي ولدت فيما بعد، الجواب في ذهني انه لا يختلف على انه إذا كان هذه البنت قبل زواجه من تلك المرأة أو بعده. وعلى ما بالي أن هناك دليل خاص على أنه لا يفرق. وصلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم.